اليوم ريوقنا حيصير هنا بفلوريا على هذا الجو اللطيف والجميل. تريدين بعد؟ تريدين بعد اخواتي؟ شتوي؟ والله ما عندي فارغي خلص الصوصة شنطي ايش بعد؟ ليش طيتيني عصير؟ ليش لبست المناظر؟ اركز. شوفوا اكو فقرة بهند ما تعرفوها انتو، انه هند من تلبس مناظر التيه الدوخ ما تندل الطريق. اليوم جربنا صعدنا مترو البارحة واليوم حلو لان تاكسيات ازدحام وذا شي، فقلنا اختصار الفلوس اختصار طريق سريع دنيا. صعدنا مترو، اكو بنية واقفة لا تسألها، هاي البنية وهاي هند، ايش طابقة بوجهها هيجي؟ هاي البنية اي هيجي احنا وين حننزل هسه؟ يعني اشوف البنية ترجع لي ورا، قلت هند طابقة بوجهها كانت تقول والله ما ادري لانه كنت لابسة مناظر، انا البس مناظر اي، فقالت انا من البس المناظر ادوخ ما اعرف شو اسوي، قلت لها عاد انا سعيد ضرب شارع انا طبيت هيج وهي طلعت ايش قلت هند ما راح، قلت لها مو لازم مناظر تيهت ويلي لازم نلبس نظارة كلش ادوار خاصة انا هسه احس هوسة وخبصة زين ليش لابسة تنزعية؟ مو طلع كوسة قلبي اه جديدة جديدة بس شوفوا يا رب ايش كبوتة تنقرط شلون تلعب؟ اوي بس رجلينات العالم عادي اوي صغيرون كلش بالحقيقة. اجينا المانجو كلش حبيت هاي الجنطة، طبعا هي على الخصور بس تموت. شوفوا كلش حلوة وثقيلة ثقيلة بصراحة، يعني والله النودل اسمها بس بعين نظامها مو ادوخ امشي واضرب بالع انت بعين مناظر مو بس الدوخين هاي امشي ورا تنحولين تمشي امشي ورا واضرب بالعاكر بس هاي الجنطة تموت تاخذيه؟ اي على الخصر كلش عبيتها حلوه كلش مثل البارحه شفناها بزاره بس لون ابيض بس ذيك كانت مو على الخصر اي ثقيله والله ضاعي هاي النظاره قلت لك اوقف من هاي امشي وارجع بالحاله هاي تذكرين السوداء قلت لك اكو منها مانجو اي اكو بس حمراء هاي ها هاي رتيها؟ لا اخذتي السوداء قلت لي حلوه قلت لك اكو مانجو ماروني اي صح كلش حلوه والله هاي يعني هاي السنه هاي القصه مال النظارات الدارجه وين ايش اريج؟ قلب الحب اريج تموت من يعني شكل مال القلب ان كان بالمناظر او حتى بالملابس تتخبل ما تتقبل وعنا هاي مثل مالتي اتذكر اخوتها من زارة ومن مانجو شوفوا شنو رايكم؟ طبعا حطيتها للنهاية وبالقوة بعدها ما صايرة هذا هم الفستان كلش حلو طبعا بالحقيقة بس قصير هذا هم I'm sorry.
بنزين شدوت الوحده الثانيه وينها؟ اوه صغار 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 يا ربي خطيه الثانيه ختلت جوا. بس شوفوا هاي يمي هاي الثانيه اوي وين بعد اكو اوي صح انا مسافره بس الشامبو والمكيف والماسك جايبته وياي ابد ما استغنى عنه. ما حبيت انه اغير من اسافر يعني اغير الشامبو او اغير الماسك مالتي لان انا متعوده عليه صار لي فتره دا استخدمه فضروري يكون وياي بكل مكان اخذه. الشامبو بالزيت الزيتون طبعا هو على شكل انتهاء كلش خفيف خصان والكونديشنر والماسك من فرايشة. هذا الماسك مال الشعر كلش احبه اموت عليه. طبعا هذه المنتجات متوفرة بكل كوزمتيك ببغداد والمحافظات وباربيل هم موجود بنات بكوزمتيك كلاسي ليدي فبسهولة انه يعني تلقوه وتقدرون انه تاخذوه. لانه انا بصراحة انا شخصيا بحكي عن نفسي ابد ما اقدر استغنى عنه فصار لي فترة دا استخدمه والحمد لله والشكر انه شعري صح صعب وقته وسويت له سحب من هالامور. بس بعد الحدانة تعبانة بصراحة. ليش؟ لانه انا كلش محافظة عليه. استخدم الشامبو والماسك ايضا ابقي ربع ساعة الى 20 دقيقة بشعري يعني مرات ابقي اكثر. وبعدين اغسله وراها فقط بالماء يسوي الشعر زبدة زبدة بمعنى الكلمة. عناد منو؟ هلا عناد واحد قاعد قبالي اطلب عصير. بتشوف هاي فاش شكله حلو تطلب واحد احلى بعد من شكله. شبي تاخذ له صورة شبي تاخذ بس اخذ له صورة بس اخذ له صورة. طيب لو لا احكي الصراحة شنو؟ كذابة والله. شبي؟ ماي بس طيب لو لا؟ هسه حتى إذا أخذ له صورة بعد ما حد راح يحترمه ويحبه. العصير لازم بنفس اللحظة ينشرب لأنه بسرعة يموع بعض.
لازمك واحد يساعدك. ما يحتاج اني زينه بالعصير بعرجع ما انترس بسرعه. Reza, bak sana Reza. Çok iyi. Reza, bak sana Reza.